그런 걸 얻어뜨리는 모습을 그냥 봤다. 이번 그런 글을 얻어뜨리는 모습을 봤네. 어이터 마스카라 와서 어리사 어머런치카. 나 이름이 모스타파 아이트. 어머런치를 얻어뜨리는 게 있던 어이터 엄마. منهم مثلا كرة وسباحة وارشي ولقيت ان بجد الحاجة اللي لازم اتمرن عليها هي الروبوتكس. احلاق بالنسبة لي هو اللي بيعمل كرة الكلب. anyway انا هنا عشان احكيلكم ازاي مفيش حاجة قدرت توقفني وازاي كبت ازاي فضلت ورا ماي باشن وازاي عديت بكل الاوبستكلز. اول سؤال تقريبا اكتشفتها لما انا كنت صغير بلعب بليجو بلوكس وكل لعبة تقريبا اللي فيها تركيب وتركيب زي ما فيش حاجة قدرت تكرهني او تحبطني عن اللي انا بحبه وخلاني باتر ديزاينر. اول بطولة مثلا لما كنت دخلتها كان في واحد راسه اتفتحت في النص كانش عندنا باك اب ليه وما كناش عارفين نعمل ايه ساعتها بس من يوميها تعلمنا ان لازم يكون في باك اب لازم يكون في بلان بي لاي حاجه. في مره برضه كنا مسافرين كنا عايزين نشحن الروبوت بتاعنا كان كبير جدا مش عارفين نشحنه فقررنا من ساعتها ان الروبوت بتاعنا لازم يكون فيه لازم يكون بورتبل لازم يكون فيه ان هو ينفك ويتركب. ماي مين مسج النهارده ان ما كانش عندي اي مشكله اسهر وابات واقعد بالايام ما اكلش عشان اقعد اشتغل. يعني مثلا زمان وانا كنت بتمرن سباحه ما كانش عندي استعداد اصحى نص ساعه عشان اتمرن بس دلوقتي انا ما عنديش مانع انا مش ما عنديش مانع اني اقعد اشتغل اروح ادرس ناس اصغر مننا لما بيقدروا قبل ما انهي طبعا احب اشكر ماي سبورتيف تيم مامتي وبابايا الناس اللي معايا في الفريق احمد وسيف واسر بليز كلكم اي حاجه بتضيع وقتك عليها اي حاجه مجهودك بتضيع عليها اي حاجه ناوي تسخر لها لازم تكون حاجه انت بتحبها لازم تكون حاجه انت ناوي تعملها وهو ده سر النجاح في الروبوتكس وسر نجاح اي واحد في اي حاجه وشكرا.